أنا أقدم هنا ملاحظة بعيدة عن الفرنسيين البعض اللي كان ضد الحراك هل في قرارة نفسك أنت سواء كنت رجل أو كنت امرأة أنت في قرارة أنفسكم هل هذا موقف الحراك يعبر عنك حتى لو كنت ضد الحراك أنا ذاك أم يعبر عنك موقف تبون الذليل هو والكمشة العسكرية والمخابرات الإرهابية هل يعبره؟ هل يعبر عنك موقف الحراك ليرفض يرفض التدخل الخارجي يرفض التدخل الفرنسي يرفض التدخل الاماراتي يرفض تدخل اي جهه وشعاراته ودعوته بقيام دوله مدنيه حقيقيه تحفظ كرامه وشرف الشعب الجزائري وتبني دوله وليس قربي كما رانا عايشين الان تحت المافيا هذه؟ هل في قرارة نفسك أنتِ أو أنتَ هذا المثال اللي عبر عليك، اللي عبر عليه الشعب في حراكه أم هذا تبول مزور اللي العسكر؟ طبعاً لا أحتاج إجابة مباشرة لكن كل واحد ممكن يسأل نفسه أو يسألوه اللي قراب منه إيش رأيك؟ ما زالت وقفات اخواننا مستمرة هذه موريال واهل موريال احرار موريال ها معبروا هي الله حرار موريال طبعا موريال مدينة فرنكوفونية تماما في كندا وما زال أحرار موريال شادين المشعل الحقيقي نتاع الحراك وهاهم اليوم أيضا برفعهم هذا الشعار عبروا على الجزائريين اللي الأغلبية العظمى منهم مش قادرة تعبر سواء مباشرة أو بعد تدخل المخابرات الإرهابية اللي استطاعت تقسم بعض الجزائريين أو تعبث ببعض الجزائريين أو تقلب بعض الجزائريين لكن الحمد لله الأغلبية من الجزائريين آه راهم مش قادرين يأثروا فيهم ولو بشعرة ناس الناس اللي خرجوا الحراك من أجل مصلحة سريعة البعض اللي كان يستنى في لافونير على ظهر الحراك لما طال شوية الحال تهاوت تلك الأحلام، فأصبح بعضهم أقول بعضهم أصبح لعبة في أيدي المخابرات الإرهابية، أنصحهم بأن يراجعوا أنفسهم وأن يعودوا إلى الحق، وأن شيطنة فلان أو فلان أو فلانة، مش هذا هو النتيجة في النهاية لأن الناس يقول لكم بعد، أعطيني الصح مفيد والمفيد هو قيام دولة مدنية ورحيل المجرمين، ثم انتقد كما تشاء. والنقد شيء والأكاذيب وبناء الأفلام شيء آخر والأحرار لا ينقلبون لمعدن حقيقي لا ينقلب ما يتشراش وما يتباعش الحمد لله عرفنا كثيرين جدا من هذه المعادن الحقيقية لكن كما في المعادن هناك الذهب وهناك الفضه وهناك القصدير وهناك اشياء اخرى ستجد دائما انواع متعدده وهذا هو خلق الله وطبيعه البشر